أشهر من القتال وجهود لوقف النار دون نتائج، أما السبب فهو حسابات شخصية ودوافع للبقاء. ففي تقرير لأسوشيتد بريس قال إن مصير أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة بقبضة رجلين، والحديث هنا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حماس في غزة يحيى السنوار. التقرير اعتبر أن نتنياهو والسنوار يخضعان لضغوط سياسية وشخصية كبيرة تؤثر على صنع القرار، وأن كلاهما ليس في عجلة من أمرهما لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب وإطلاق المحتجزين. فنتنياهو بحسب التقرير اتخذ موقفا متشددا بشأن وقف النار خوفا من تهديدات شركائه المتشددين بإسقاط حكومته، والذي سيؤدي حتما لانهيار الائتلاف الحكومي وإجراء انتخابات جديدة، ما قد يسفر عن إنهاء حكمه وتعرضه للقضاء بتهم لاحقته لسنوات. أما على الطرف الآخر فرأى التقرير أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار أيضا ليس على عجلة من أمره لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، لديه أيضا دوافع شخصية لمواصلة الحرب، لعل أبرزها البقاء على قيد الحياة خاصة بعد إعلان إسرائيل نيتها تصفيته. وإذا تم توصلي إلى وقف لإطلاق النار فسيعني ذلك أن السنوار يخاطر بشكل كبير بالخروج إلى العلن، فهو يدرك بحسب التقرير أنه رجل ميت يمشي على الأرض حتى تحديد إلى متى سيستطيع الصمود. أما داخليا فالسنوار سيواجه أسئلة صعبة من الفلسطينيين عندما تنتهي الحرب لدوره الشخصي في هجوم 7 أكتوبر وحول الدمار الكامل لديارهم وعملية إعادة الإعمار التي يقدر أنها تتطلب سنوات. وقبل المتابعة مشاهدينا نذهب إلى مشاهد وصلتنا قبل لحظات من الآن للغارة التي استهدفت قرية ميس الجبل بجنوب لبنان. هذه الغارة يبدو أنها استهدفت أحد المباني، نشاهد الدمار الذي لحق بهذا المبنى، نتابع الصور. لغارة على قرية ميس الجبل بجنوب لبنان، الغارة استهدفت مبنى من طابقين، نتابع الصور للمبنى بعد أن تدمر إثر هذه الغارة. نشير هنا إلى أن هناك عدد متزايد من الغارات في الساعات الماضية في أنحاء مختلفة من جنوب لبنان. كنا قد نقلنا قبل قليل معلومات عن غارة على عيترون، إلى جانب كذلك غارات على نقاط أخرى في جنوب لبنان مثل بلدتي حولة وطلوصة، إلى جانب كذلك عيترون تحديدا. هذا وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن معلومات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن عدد المحتجزين لدى حماس الذين ما زالوا على قيد الحياة لا يتخطى 50. وأضافت نقلا عن وسطاء ومسؤول أمريكي أن 66 من المحتجزين قد يكونوا قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية، أي أكثر ب25 مما اعترفت به إسرائيل علنا. وأضافت وول ستريت جورنال أن حماس أبلغت الوسطاء أنها لا تعرف عدد المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة. معنا من تل أبيب لمتابعة كل التطورات علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي. أستاذ علي أهلا بك معنا في الأخبار الليلة دائما. يعني ما بعرف، أنا أريد أن أبدأ بالمعطيات الأخيرة لأنه نحن ننقل أخبار عاجلة وننقل كذلك صور تريدنا من جنوب لبنان، وحتى قبل قليل نقلنا معطيات ومعلومات عن مسؤولين أمريكيين. فعليا إلى أي مدى الحديث الإسرائيلي الآن يذهب باتجاه الشمال وليس الجنوب؟
يعني الجيش الإسرائيلي بالأمس وبشكل واضح وبشكل علني وعلى لسان الناطق بلسانه قال أن الجيش يوشك على الانتهاء من المهام في قطاع غزة، لكنه في نهاية المطاف يعني وضع الكرة في ملعب المستوى السياسي حينما قال أنه لا يمكن القضاء على حركة حماس، وأن الحديث عن القضاء على حركة حماس يعني ذر الرمل في العيون، وطالب بشكل غير مباشر المستوى السياسي تحمل المسؤولية السياسية لترجمة إنجازات الجيش العسكرية لوضع سياسي جديد يمكن الجيش من سحب قواته من قطاع غزة والانسحاب إلى الشمال. لا شك أن الشمال يشكل الآن المعضلة الأكبر. نحن نتحدث عن وضع يشعر فيه الإسرائيلي بشكل عام والإسرائيلي في الشمال بشكل خاص، أن حزب الله مقاتله طائراته مسيراته صواريخه يعني تصول وتجول دون رادع دون أي عائق في الشمال. نحن نتحدث عن يعني منطقة جغرافية هي حساسة بالنسبة للدولة الإسرائيلية. أحد الأهداف الاستراتيجية والخطط الاستراتيجية لدولة إسرائيل تكمن بما يسمى تهويد الجليل، أي يعني أن يسكن في هذه المنطقة من إسرائيل أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين وتحديدا من اليهود. والآن حينما نتحدث أنه ما بين 70 إلى 100 ألف إسرائيلي من أصول يهودية غادروا هذه المنطقة، فهذا يشكل يعني إخلال بالتوازن الديموغرافي في المنطقة. وإذا ما أخذنا بالحسبان أن هناك هاجس أن يقتحم حزب بالله بقوات رضوان المنطقة الشمالية، نحن نتحدث عن وضع حساس لم تعهده إسرائيل. لذلك يعتقد الجيش أن الضرورة الاستراتيجية الأولى الآن تكمن بتغيير أهداف الحرب وتغيير أولويات الحرب. الشمال الجنوب من حيث المهام العسكرية يعني لم يتبقى للجيش مهام استراتيجية، هو سيلعب هناك لعبة القطة والفأر الكر والفر مع مقاتلي حماس، ولكن الوضع المعادلة الاستراتيجية تبقى في الشمال مع كل ما يشكله التهديدات التي ركز عليها أمين عام حزب الله بالأمس حسن نصر الله، وحذر من ناحية وتفاخر من ناحية أخرى، وهو لم يبقي الكثير من الخيارات للجانب الإسرائيلي سوى محاولة مواجهة هذا التهديد بشكل مباشر وعدم التلكؤ والاتكال على جهود هوكشتاين هنا وعلى حلول سحرية هناك لن تأتي دون طيب سيد علي، الأزمة يعني بعد ما رأيناه كذلك من الخلافات الموجودة أو حتى تناقض تصريحات ما بين الجيش والسلطة أو السياسيين، وتحديدا هنا نتحدث عن نتنياهو، السؤال الذي يطرح الآن، هل ستشكل أي معركة شمال إسرائيل الحل الوحيد لخروج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ومن هذه المعمعة كما يصفها البعض التي دخل فيها الجيش بالقطاع؟ يعني حينما يتم معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي ينشر إحصائيات تدل على أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل غير قادرة على الانتصار في حرب في الشمال، وذلك بناء على تجربة ما حدث في قطاع غزة، هذا يضع إسرائيل في مواجهة الأفكار التي رسختها لدى الشارع الإسرائيلي منذ عشرات السنين ولدى محيط الشرق الأوسطي بأن الردع الإسرائيلي كفيل بأن يلجم كل تهديد. الآن نحن نرى أن لم يتبقى الكثير من هذا الردع وما تبقى لا يستطيع أن يلجم التهديدات، وبالتالي إسرائيل مضطرة، يعني السكان يقولون اليوم حتى في إطار اتفاق لن نعود جزء كبير من السكان، نريد حل جذري، نريد أن نرى الجيش الإسرائيلي ينهي وليس عبر اتفاق سياسي هذه التهديدات. يبقى السؤال، هل بالفعل الجيش الإسرائيلي قادر على خوض هذه المواجهة؟ ونحن نعرف وبناء على تقارير إسرائيلية كنا نتحدث عن عشرات الصواريخ الدقيقة المتوفرة لدى حزب الله، اليوم نتحدث عن ما لا يقل عن 7000 صاروخ دقيق في إطار ترسانة تقدر إسرائيل طيب. سيد علي، 52 ألف صاروخ يمتلكها حزب الله. من ناحية ثانية، تقرير أي بي تحدث عن أنه الحرب التي نراها الآن بغزة وكل ما يجري من تطورات لها هي حرب الشخصين وليست حرب بين طرفين، نتنياهو والسنوار. إلى أي مدى فعلا يوم هناك يعني آراء إسرائيلية أو ربما إجماع إسرائيلي يذهب للقول إلى أنه لنتنياهو أهدافا شخصية وليس أهدافا وطنية في هذه الحرب؟
يعني هذا لم يعد سر. الجيش الآن يجري على أعلى المستويات مداولات يفكر فيها بالإعلان نهاية هذا الشهر عن أنه انتصر في الحرب التي الحرب في غزة بناء على المعايير التي وضعت له، وهي تفكيك قدرات حماس كمبنى عسكري. وحينما يقول الجيش أنهيت المهام، انتصرت في إطار المعايير التي وضعت لي، هذا سيضع بنيامين نتنياهو أمام حكم الشارع الإسرائيلي. إذا الجيش وهو الهيئة المهنية تعلن أنها أنهت الحرب بالمعايير التي وضعت لها وضعت للجيش، كيف نفسر إذن استمرار هذا الحرب إن لم تكن هناك اعتبارات سياسية؟ أنا أعتقد أن بنيامين نتنياهو يفكر بالخروج من هذا المأزق عبر استخدام الأزمة السياسية الداخلية. كنا نتحدث في الأيام الأخيرة أنه لا يوجد أي ضغط خارجي، لا أمريكي ولا ضغط الشارع الإسرائيلي ولا عائلات المختطفين يمكن لها أن تؤدي إلى تصدعات من شأنها إسقاط حكومة نتنياهو الآن في ظل الخلافات الداخلية داخل الحكومة، خلافات لا علاقة لها لا بالحرب ولا بالمختطفين ولا بأي شيء، خلافات لها علاقة بميزانيات وبامتيازات وبمشاريع قوانين. يمكن أن نرى أن هذه الحكومة قد تتفكك، وبالتالي يمكن لبنيامين نتنياهو أن يعيد حساباته ويقول انتصرت على حماس وأنا الآن أذهب نعم. إلى الجبهة الشمالية، وربما أيضا في إطار فترة انتخابية تكون يعني غاية في الحساسية. شكرا لك ضيفنا من تل أبيب علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن عمليات سطو نفذتها عصابات مسلحة بما في ذلك جماعات مدعومة من حماس على البنوك في شمال قطاع غزة خلال شهرين الماضيين. وتسببت عمليات السطو في نهب ما لا يقل عن 120 مليون دولار أو نصف الأموال النقدية في خزائن البنوك بغزة وفق تقديرات الأمم المتحدة التي طلعت عليها فاينانشال تايمز. وبحسب الصحيفة ذاتها فإن البنوك في شمال غزة لا تزال تحت بأموال نقدية تقدر بحوالي 240 مليون دولار أخرى موجودة بخزائن دفن بعضها في خراسان إسمنتية. القيادي في فتح منير الجغوب أشار في مقابلة مع الحدث إلى أن عناصر مسلحة في قطاع غزة تستولي على ما نسبته 10% من المبالغ التي يستلمها الموظفون في القطاع دون مبرر. طريقة صرف الرواتب في قطاع غزة، هناك ثلاثة أو أربع صرافات العاملة يقف عليها أيضا بعض الأشخاص المسلحين الذين يقومون بأخذ مبلغ 10% من كل شخص يريد أن يسحب مبلغ مالي من داخل البنك. كمان هذه يعني مشكلة جديدة في قطاع غزة عند الموظفين، فوق الاحتلال وفوق الحرب وفوق القتل والتشريد أيضا مشكلة جديدة لها علاقة. هذا مش ضرائب، هذه خاوات يتم أخذها من الموظفين على صرافات البنوك. وهذه الجهات يعني بالمناسبة معروفة يعني وليست مجهولة لكل أهل قطاع غزة. هذا وقال القيادي في حركة فتح إن قادة حماس يبحثون عن دولة للانتقال إليها من قطر، لكنهم لم يحسموا الأمر بعد، وذلك بعد طلب الولايات المتحدة من قطر زيادة الضغط على قادة الحركة للقبول بالتهدئة في غزة. حركة يعني حماس تبحث عن مكان جديد لتبحث عنه، ولكنها لم تحسم الأمر إلى أي مكان سوف تذهب. طبعا هذه معلومات ليست من مصادر حمساوية، وقد تكون دقيقة وقد تكون غير دقيقة، ولكن في كل الأحوال يعني الموقف الأشقاء القطر واضح من هذه القضية وصريح، وقالوا بأننا يعني كل ما فعلناه هو كان بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، والآن قطر هي جزء من الوساطة. وفي مقابلة مع الحدث أيضا شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ على ضرورة عودة منظمة التحرير لغزة في اليوم التالي للحرب، محذرا أنه خلاف ذلك ستكون هناك حرب أهلية. أي حديث عن اليوم الذي يلي وقف الحرب في قطاع غزة موقفنا واضح، يجب أن تعود الشرعية الفلسطينية إلى قطاع غزة ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، ويجب أن يتم ذلك بتوافق وطني، غير ذلك يعني أن هناك وصف لحرب أهلية داخلية فلسطينية.
ومعنا من دوسلدورف الألمانية الدكتور جمال نزال، متحدث باسم حركة فتح. مساء الخير دكتور جمال، أهلا بك معنا دائما في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. يعني نبدأ بالتطورات التي نتناقلها الآن. هناك خبر عاجل يرد أسفل الشاشة عن الخارجية الأمريكية يقول أنه بلينكين سيبحث اليوم مع مسؤولين إسرائيليين جهود وقف حرب غزة. من جديد تعود الإدارة الأمريكية للحديث عن ذلك بوقت أنه كذلك هناك مسؤولين أمريكيين يتحدثون عن فعليا اقتراب حرب بالجبهة الشمالية لإسرائيل مع جنوب لبنان. فعليا الآن برأيكم هل يمكن أن تتجه الأمور، أو هل في أي ظروف قد تؤدي إلى أن تصل الأمور إلى تهدئة بغزة ربما على حسب تصعيد بجنوب لبنان؟ لا نأمل أن يحدث تصعيد في جنوب لبنان، ونريد أن يحصل وقف إطلاق النار في غزة وفلسطين بوجه عام بأسرع وقت ممكن. فيما يخص العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لا تخضع للمنطق. كل شيء يقول أن إسرائيل تعتمد في بقائها ودفاعها وتمويلها على الولايات المتحدة. الدولة التي تعتمد على الدولة الأخرى تكون خاضعة لقرارات وإملاءات الدولة التي تحميها. إلا أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة توفر لإسرائيل، وفرت لإسرائيل كل طلقة احتاجتها لتطلقها على الفلسطينيين منذ أن بدأت أفكر، حتى في عام 1988 كانت إسرائيل تبعث لي الولايات المتحدة تبعث لإسرائيل الرصاص المطاطي لتطلقه على المتظاهرين الفلسطينيين في الانتفاضة الأولى. نعم. لذلك هامش التأثير من جانب الولايات المتحدة كبير لكنه غير مستخدم، وأشك في أن الولايات المتحدة تريد حقا أن يحدث وقف إطلاق نار في فلسطين. طيب، هذا بالنسبة للأطراف الخارجية. نعود هنا إلى تقرير AP الذي تحدث عن أنه اليوم ما يجري هو يعني صراع بين شخصين أكثر مما هو مشكلة أكبر من ذلك. نتحدث عن نتنياهو والسنوار. من ناحية السنوار، إلى أي مدى نحن نتحدث فعلا عن شخصية لديها مصالح شخصية لاستمرار هذه الحرب وذهاب إلى المزيد من التصعيد؟ الشعب الفلسطيني لن يعطي السنوار شهادة براءة حتى لو انتهت هذه النكبة وهذه الفجيعة بتحرير القدس، لأنه كلف الشعب الفلسطيني ما لم يتكلف شعب على وجه الأرض. إلا أن هناك فئة قد تشاء أن تكافئ هذا الشخص أو غيره. لكن بالاستناد بالعودة إلى التقرير الذي اقتبستيه، أنا أريد أن أحذر من محاولة إسرائيل والغرب المساواة، أنه يحدث باريتي بين إسرائيل وبين حماس، أو بين الطرف الفلسطيني وبين إسرائيل، أو بين نتنياهو وبين السنوار، وكأنهم يتحدثون عن لاعبين عن طرفين لهما نفس القوة. وهذا خاطئ. ليه خاطئ؟ لأنه صحيح يوم 7 أكتوبر حماس أطلقت طلقة في الهواء وفرغ المسدس، ولكن كما في اللغة هناك جار ومجرور، هناك في السياسة جار ومجرور. إسرائيل خطفت القطار الذي خطفته حماس، وحماس والشعب الفلسطيني لا يستطيعون الإفلات من هذا القطار. إسرائيل تجر هذا القطار بمن فيه إلى شفير الهاوية باتجاه ساحة أمان ونجاة سياسية لنتنياهو، الذي فصل هذا النزاع من يومه الأول على مقاس مصالحه. طيب دكتور جمال، هذا بالنسبة لإسرائيل، بس الآن بالنسبة لحماس، هل يمكن اليوم الفصل بين السنوار وحركة حماس؟ لا أرى كثيرا من الفائدة في تحليل دقائق تركيبة عناصر القوة، عناصر اتخاذ القرار في حماس. هناك ثوابت في المشهد. السنوار طفش قيادات حماس التي عمليا نفيت إلى قطر، ولا يوجد سبب منطقي لفهم أو تفسير شو معنى أنه قيادة سياسية 12 رأس يهاجروا من فلسطين إلى قطر أو إلى خارج فلسطين، وهم وأنتم تطرقتم قبل قليل إلى البحث عن المكان الذي قد تلجأ إليه حماس، اختاروا كل الخيارات، درسوا كل الخيارات ما عدا فلسطين. لذلك لا أعرف إلى أي حد يتحمل هذا الشخص أو ذاك في حماس المسؤولية، وأريدها أن تكون جماعية، لأنهم على بكل الأحوال هم السلطة التي كانت في غزة والوحيدة التي كانت في غزة. رغم كل ما فعلنا ونفعل، حماس هي من جمع الضرائب وهي من استولى على قطاع الأمن. وعلى فكرة بس جملة مستعرضة، امبارح شرطة من حماس طخوا 3 أشخاص
في غزة في أرجلهم لأنهم سرقوا خبز. نعم. وقبل قليل أشرت إلى تقرير يقول أن طرفا ما سرق في غزة 120 مليون دولار من البنوك. أنا لست مخول بتأكيد ذلك أو نفي. نحن بالفعل نقلنا تقارير عن فاينانشال تايمز إلى جانب قيادين بفتح قالوا معلومات حول الأموال. بس بطبيعة الحال دكتور جمال اليوم يعني بالنسبة حتى لكم بفتح عندما تأتي المحادثات مع حماس عندما حصلت بأوقات سابقة وإذا ما كان في مجال لأن تحصل بمراحل قادمة الحديث عن السنوار نفسه هل هو يعني موضوع على الطاولة؟ وأيضا بالنسبة لكم عندما تتحدثون مع حماس السياسية سواء هنية أو أي من القيادات السياسية الأخرى هل يعني لكم ذلك أنكم تتحدثون مع حماس الموجودة بغزة أم لا؟ الحوار يجري بيننا وبين قادة حماس الموجودين خارج فلسطين في أغلب الأوقات. أحيانا حصل في لبنان، أحيانا في القاهرة، أحيانا في الجزائر، في الصين، في موسكو، ونحن دائما نبحث نفس النقطة وهي أن تتهيأ حماس لدخول منظمة التحرير الفلسطينية بناء على احترام حماس التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. ليس هناك الكثير من الأدبيات التي يمكن الارتكاز عليها في تحليل شخصية السنوار أو تفسير ارتباط مجريات الواقع مع عناصر ومكونات شخصيته. وبصراحة لا أحب الدخول في هذه الزاوية لأنه لا يتوفر الكافي من المعلومات، وربما أن إسرائيل معنية بتضخيم هذا الاسم لأنها تعرف مكانه ولا تريد حاليا المساس به لأنها تحتاجه لتوقيع اتفاق معين. أنا أتمنى له النجاة وأن يصل إلى مرحلة يستطيع فيها الخروج من حيث هو بأمان وسلام. طيب من ناحية ثانية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد حسين الشيخ بمقابلة معنا تحدث عن ضرورة عودة منظمة التحرير لغزة في اليوم التالي لأنه خلاف ذلك ستكون هناك حرب أهلية. هل توافق حضرتك ومن الذي سيقود هكذا حرب إذا كنتم توافقون؟ طبعا من حق منظمة التحرير الفلسطينية أن تعيد بناء السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة وهي قد أقصيت من هناك بقوة السلاح. حتى الآن هناك طرفان اثنان فقط يرفعان بطاقة الفيتو ضد وجود السلطة الوطنية في غزة وهما إسرائيل وحماس. على كل ما بينهما من تناقض ظاهري وحقيقي يتفقان على مساحة معينة هي أن نتنياهو وحماس لا يريدون السلطة الوطنية في غزة ولكل أسبابه. وطبعا من قال أن إسرائيل لم تحاول الاستفادة من نفوذ المنظمة والسلطة الوطنية في غزة، ولكن نحن على موقفنا الذي أشهرناه منذ سنين أننا لن نعود على ظهر دبابة إسرائيلية. على إسرائيل أن توقف النار في غزة والضفة بشكل عام وأن تنسحب من غزة قبل أن يكون هناك وجود أمني للسلطة الوطنية في غزة. ولو كان لحماس قدرة على استخدام بعض الشطارة والإيثار لمصلحة الشعب الفلسطيني ستعجل في الوصول إلى اتفاق مع حركة فتح يفتح الطريق إلى إجبار إسرائيل على عودة السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة حقيقية في غزة، لأن وجود السلطة الوطنية يشكل مظلة حماية وكرت دخول إلى الحيز العالمي رغم بعض المنغصات الآتية أحيانا حتى من محيطنا الإقليمي التي تحاول بأشكال مختلفة التنغيص على السلطة الوطنية أو الحد من فرص استنهاضها وبقائها. بس هل يمكن الذهاب لحرب أهلية دكتور جمال؟ هذا لا. السؤال المطروح الآن. نعم يمكن وبسهولة، ولكن فتح لن تكون جزءا من ذلك. ولو أرادت فتح أن تكون جزء من حرب أهلية لتصدت لحماس بقوة في عام 2007، ولكن فتح اختارت أن لا تواجه حماس في غزة بقوة السلاح. من إذن سيصدم؟ بسبب من إذن سيقوم بحرب أهلية بهذه الحالة؟ من سيصطدم بمن؟ هو أمين سر اللجنة التنفيذية هو أنه في غياب الوفاق الوطني هناك مخاطر لحصول تصادم داخلي نظريا وعمليا. هذا الخطر يبقى ماثلا، لكن نحن لن نقدم على خطوة كهذه إلا في إطار الوفاق الوطني. ومن ينتظر من حماس لمصلحة الشعب الفلسطيني أن تنهض عن صدره كي يتنفس، لأن إسرائيل تتعامل مع حماس كطوق خنق الشعب الفلسطيني وترى فيها حبل مشنقة الشعب الفلسطيني. وكل هذا التركيز الإعلامي من طرف إسرائيل والغرب على حماس وعلى السنوار وما مش عارف مين
هدفه أن يجعل من حماس اسما بديلا عن فلسطين، لأنه يسهل على إسرائيل مواجهته، لأن اسم فلسطين لم يعد موجودا في الاستخدام الإسرائيلي والغربي، استبدل باسم حماس، لأن إسرائيل تستمرئ ذلك وتستطيبه وتستسهل أن تواجه حماس إعلاميا، لأن أهداف حركة حماس ليست مرتبطة بفلسطين. هذا تنظيم الإخوان المسلمين المحظور في الإمارات والسعودية ومصر والأردن ودول أخرى، نعم. والمطلوب فقط من قبل إيران. شكرا لك ضيفنا الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح على مداخلتك معنا في الأخبار الليلة.